بقى من دكتور احمد في نقط سريعه كده كنصايح للامهات، الجروبات نستثمرها بشكل ايجابي سريعا يا دكتور. الامهات معذورات جدا جدا في ان هم يتابعوا الاخبار على الجروبات، ولكن مش كل انماط الشخصيات بتقدر ان هي تستوعب الكلام ثم تتحقق منه. المشكله الكبيره بتحصل في وقت سماع الخبر ثم التحقق من الخبر، الفتره دي هي اللي بتحصل فيها ازمه. ولكن انا عايز الفت نظر الناس لحاجه في منتهى الخطوره. انت عندك مجموعه من الشخصيات او انماط من الشخصيات هتثير البلبله جوه الجروبات اللي عاملينها الفضليات بقصد ايجابي، وكتير جدا من الناس هتمارس هذه الايجابيه، ولكن زي ما هم قالوا ان مفيش حد هيقدر يفرض السيطره الكامله على كل الناس اللي موجودين جوه وهم عملوا ايه. ببساطة شديدة جدا ان في بعض الناس الغرض من تواجدها في اي جروب هي اثارة البلبلة، نشر الشائعة، التقليل من الانجاز، العمل على حس القلق طول الوقت. وخدي بالك اي حاجة هتتعمل هو يا اما هيتريق عليها، يا اما هيتهكم عليها، يا اما هيرفضها، يا اما هيشوهها. والمساله دي بتبقى مقصوده بوعي او بلا وعي، بقصد او بلا قصد، مش هنحقق فيها. ولكن رجائي ان زي ما احنا بنحترم جدا رغبات الامهات في انها تتحقق وتحاول تراجع كل حاجه، ارجوكم يا امهات الجأوا للمصادر الرئيسيه.